صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. انا حاسس ان انا مغفل بجد في اللعبه دي. كل ما الوزن يقل كل ما الخرم يضيق. كتير منكم بيتفرج على الفلوج وبينسى يسيب لايك تحت، فلو الفلوج عجبك او هو انت لسه هتتفرج طبعا، بس لو عجبك في الاخر ما تنساش وانت خارج تعمل لايك. ورقم اتنين، الفيديوهات مش بتوصل ليكم ان ما حدش منكم مفعل الجرس اللي هو جنب سبسكرايب. فاولا لو انت مش مشترك اشترك من تحت، ولو مشترك دوس على علامه الجرس وعلم على اول واحده اللي هي بالعربي الكل او بالانجليزي اول، لان لو انت مش معلم عليها للاسف الفيديو مش هيوصلك. بس اهم حاجه لو عايز تدعمني باي حاجه لايك صغير. كملوا الفيديو. Das ist unser neuer Profilpicture. Wir filmen so. Merkst du, die Farben haben sich schön geändert? Guck mal. Sabah al-Khair. Und das ist der Bot بتاعي. يعتبر دوت تاني فلوج هعمله بالكاميرا الفوجي. ليه بقول لكم كده؟ لان انا عامل لون معين زي تيم معين كده للتصوير، فانت تلاقوا البشره بتاعتي لونها مختلف، اي لون اخضر ورا هتلاقوه مختلف. اللون ده بيقولوا عليه فيلمي شويه، يعني زي الافلام سيكا كده، فانا هصور بيه طول اليوم النهارده. وانتوا بقولوا لي في الكومنتس عجبكم اللون دوت ولا لا. مش لون بشرتي، لون التصوير نفسه، يعني لون الاصفر على المخدر سيكا ده. شاتسي ايش كيت سي زخن كوفني. ماشي المفروض كوكو مسافرة الأربع أيام اللي جاية. فالمفروض إن كوكو هتروح أربع أيام في المكسيك، بس ممنوع إنها تروح في أي مكان غير إنها تقعد في الأوضة، علشان المكسيك فيها دخل على مليون واحد عيان بكورونا، يعني عنده فيروس. بما ان كوكو مش هتخرج من الاوضه، فبجيب لها زي سناكس كده، ايه تاكلها يعني هي اللي عايزاها. دوت شيبسي، بس شيبسي معمول من الحمص في الفرن مش مقلي، يعني ما فيهوش دهون خالص. دلوقتي في كذا بلد شرطين على المضيفين مضيفين الطيران لما بيوصلوا البلد وهيقعدوا يومين او ثلاثه، كوكو هتقعد لحد يوم الاثنين تقريبا. شرطين عليهم ان هم ما حدش يخرج من الاوضه ولا يروح اي مكان ولا يعمل اي حاجه، لان لو خرجوا بره الفندق العدوى منتشره بطريقه رهيبه، داخلين على المليون شخص، وفي خطر عليهم طبعا ان هم ايه يرجعوا بالفيروس على المانيا. فعلشان كده كوكو عايز اي حاجه تاكلها في الاوضه يعني. اللون الجديد بتاع التصوير ده المفروض لما الشمس بتبقى طالعه بيطلع لكم حاجه خرافيه. انا بص مفيش شمس، مفيش الشمس اختفت من المانيا خلاص. المره الجايه بقى اللي يبقى فيها شمس دي ممكن نقول مثلا ايه بقى في شهر 4 شهر 5 الجاي، حاجه زي كده. تقريبا ده هيكون اخر يوم بالسكيت بورد. احسن حاجه في الكاميرا الفوجي شكلها بجد، الكاميرا شكلها خرافي بجد. الشاب دي زخن كاكاوتي عسل. شكرا حبيبي. عفوا حبيبتي. هوب البتاع دوت هنديه لحد هديه. خوش دي شاف مكسيكو. مش تعرف يا لايدا مش راس. Ich bin mir sicher, wenn ich eine Waffe in der Hand habe, die Leute werden nicht so gucken, als wenn ich Kamera in der Hand habe, oder? Oder? Mensch, Hag. Arrivederci. في احساس جميل كده بيجي لي دايما وانا رايح صلاه الجمعه. الا وهو انا بحس ان انا
بعمل اهم حاجة وانضف حاجة تقريبا في الاسبوع عندي، يعني ما بحسش بضغط شغل، وفي نفس الوقت بحس ان انا بعمل حاجة بعد ما اخلصها بتريحني دايما من جوه كده، بحس انها فاضل ربع ساعة والخطبة تبدأ، بس انا خايف ان بعد ربع ساعة يقفلوا باب الجامع لان مفيش الدور التاني اللي هو الخطبة وصلاة جديدة، يعني بعد الصلاة الاولى، يعني هم قفلوها ما بقوش يعملوا مرتين، فلازم الحق بسرعة. اوكي صلاة الجمعة خلصت، نطلع على البيت لان النهاردة المفروض النهاردة كان في بلان صغيرة ان انا اعمل ريفيو عن حاجة تانية مش اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، بس المشكلة الحاجة التانية دي كنت اشغلها لقيت للأسف ناقصة كابلات، فالريفيو اللي انا كنت هعمله هيتأجل للأسف لبكرة، فاحتمال يبقى فيه النهاردة ريفيو وبكرة ريفيو او بعد بكرة يعني ورا بعض، فمعليش سامحوني الواحد لازم ياكل عيش برضو. فدلوقتي الريفيو هيبقى عن حاجة تانية هي موجودة عندي برضو من فترة طويلة نتكلم عنها باختصار، مش هي اللي هتكون عنوان الفيديو، هتبقى بس في وسط الفيديو هقول لكم ليه دلوقتي. الحاجة اللي هعملها ريفيو النهاردة هو الميكروفون دوت اسمه ده ميكروفون اسمه N2 من شركة اسمها ميرفك او ميرفك حاجة زي كده، المهم من الشركة ديت اللي منكم يعرف شركة موزة بتاعت الجيمبلز اللي انا عملت كذا ريفيو عن جيمبلز عندهم، الشركة دي بتاعتهم برضو يعني هو تبع شركة جاتسن، وجاتسن ديت هي اللي بتمتلك موزة وبتمتلك البتاع ده. المهم هي بعتت لي الميكروفون دوت، الست الله يكتر خيرها، طبعا الريفيو دوت مش مدفوع فيه فلوس ولا اي حاجة، مجرد بس انا بتكلم عن الميكروفون علشان الميكروفون يعني سعره قليل وكده، فانا مش عامل له ريفيو خاص بيه، هو بس في وسط الفيديو هكلمكم عنه. الميكروفون بيجي لقيتي ده شكل الميكروفون، صغير جدا، الماونت شوت اللي هو بيركب فيه الميكروفون هو ماسك نفسه كويس، كاي معاه الويند كفر ديت اللي هي بتاعت الرياح وكده لو انت ماشي يعني في الشارع عشان يعني ما تلقطش دوشه كتير وما تلقطش اصوات كتير، المهم انها بتركب بسهوله، ده شكله، او جاي معاه البتاع الصغير ده علشان ما يبقاش يعني عريان كده تركب كده اهو، فده شكله. بيجي معاه كابلين، اول كابل الكابل دوت اللي بيركب في الميكروفون نفسه وبيركب في الكاميرا، وبيجي معاه كابل تاني للاسف انا ضيعته مش لاقيه، ده شكل الكابل المفروض اللي بيجي معاه، بس الكابل دوت تقدر تركب الميكروفون بالموبايل علشان تقدر تستخدم الموبايل بتاعك وتحط الميكروفون لو انت عامل له مثلا زي جيمبل او ماسكه على ترايبود ولا حاجه. طيب قبل ما نجرب الميكروفون دوت عايز اعمل بس بيه مقارنه بسيطه بينه وبين الرود، الرود الميكروفون ده، الميكروفون ده بيجي بكابل واحد، ده الفرق بينه وبين ده، بيجيب كابل واحد اللي هو بتاع الكاميرا، عايز كابل التليفون بتشتريه خاص، دوت الرود، دوت الميرفك، ميرفيك معرفش اسمها ايه الشركه دي. الميكروفون دوت انا استخدمته في اول كذا فيديو ليا، فلو عايز تعرف جوده الميكروفون دوت اتفرج على اول فيديوهات ليا لان دوت اول ميكروفون انا جبته. الفرق بين الاثنين السعر، ده تقريبا $68، ده ثمنه $40، ده الفرق بين الاثنين، يعني انت لو يوتيوبر مبتدئ طبعا ميكروفون زي دوت هيبقى كويس ليك وتوفر يعني ان انت تجيب ده. انا بستخدم حاليا ميكروفون تقريبا اغلى حاجه موجوده في الرود، الميكروفون ده بيشتغل اوتوماتيك وبتقدر تعلي الصوت فيه، اسمه الرود ان تي جي، هوريه لكم دلوقتي راكب الميكروفون ده. جاهزين؟ دوت الميكروفون المفروض اللي هو الغالي، 1 2 3، ودلوقتي دوت الميكروفون اللي هو الميرفك اللي احنا بنعمله ريفيو، 1 2 3، هقول احط لكم دلوقتي الاثنين جنب بعض، 1 2 3، 1 2 3، لو في لينك ليه هسيبه تحت الفيديو. طيب الريفيو النهارده او التيست اللي هعمله بالميكروفون دوت الا وهو ان انا هكمل باقي الفلوج دوت بالميكروفون اللي على الكاميرا من فوق، وانتوا شوفوا الكواليتي بتاعته عامل ازاي، اكتر من كده تيست الواحد ما يقدرش يعمل. ودوت الميكروفون الغالي اللي انا بقول لكم عليه اللي انا بستخدمه، ايوه فوكس، ايوه ان تي جي. المشكله بقى ان دلوقتي الشتاء دخل، الدنيا بره عماله تقضيها امطار وكده، الاكتيفيتيز الواحد هيقدر يعملها بره هتقل. ما علينا، ما هو بيجي دلوقتي، وده شكل الميكروفون على الكاميرا الفوجي من فوق، حصل تغيير بسيط في البلان، بس ما زلت انا ومهاب نتقابل ناكل حاجه مع بعض، لان مهاب راجل كده ايه تحسه انه اخويا الصغير، برضه هو جعان دايما زيي، فانا جعان وهو جعان فرايحين ناكل. مهاب اهو، مهاب احنا هنلعب ايه دلوقتي؟ هنلعب دلوقتي بولينج المصري، هنلعب بولينج، وانا عمري ما لعبت اللعبه دي نهائي، هعلمه دلوقتي، هعلمه ازاي احسن، ما اعرفش العبها اساسا. لما تيجي نلعب بلياردو، تيجي نلعب بلياردو. انا الوحيد في البلياردو ان الكور بتطلع بره الترابيزه، ما تعرفش ازاي، هو اللي بيقول انا ما شفتوش. النهارده هلعب بولينج لاول مره في حياتي، وده هيكون عنوان الفيديو، مصري اول مره يلعب بولينج في التاريخ. انا هعلمك، هضبط على الالمان، هعلم عليك، هتعلم عليا والله، ولكن يطلع يعرف يلعب يعلم عليا.
علم على كيو. علم على كيو. اول حاجه في البولينج لازم تاخد كوتش من هنا ليه؟ عشان ما لا لا هو بيتزحلق. والله ليه مش عارف. اوكي انا ما اعرفش اعرف اصور بصوت عالي احنا بنعمل ايه، بس اول حاجه عملناها خدنا الجزم الباندا دي. تمام. امسك البطيخه. امسكها ازاي؟ وريني كده. صوت لا صفحه. وريني تمسكها ازاي يا ابني انت. تعالى هنا. سبايدر مان. عارف سبايدر مان؟ اه مان. شو جامد لو؟ انا حاسس ان انا مغفل بجد في اللعبه دي. شوف دي. شوف دي. ايه رايك في اول محاوله ليا؟ كلهم الا اثنين اهو. مدرب تنس بقى وكده. اطلع من السوبر جيت. اهم حاجه اول مره. شغل سينمائي. حاسس صوابعي لزق. حاسس انها تجري معاك. عايز اقول لك حاجه، اللعبه دي التنس اسهل واحسن بكتير. احسن بكتير. شفتوا دي؟ ثلاثه اثنين. الارض مايله. الارض مايله. ايوه بالظبط كده. انا صباعي وجعني. بتعرف توجع صباع 10 كيلو؟ المشكله ان الكور ليها اوزان، مش شرط تلعب بانهي وزن، بس هي المشكله ان الاخرام كل ما الوزن يقل كل ما الخرم يضيق، فاهمين حاجه؟ فالصوابع بتفضل لازقه جوه. يعني دي سبعه الاخرام. بصوا صباعي لزق لزق. ودي 10. بصوا فرق الاخرام. فرق الاخرام كبير سياده الرئيس. ما بقى بيصور. برافو عليك. برافو عليك. الشوق فينا بس ربنا يهديك. كاسة يا سوسن. روح يا حماس. انا عايز اقول لمهاب راجل محترف بصراحه. حابب اقول لك الارض مايله. بس الارض مايله يا عم. ريح. الارض مايله. بس السكور ايه رايك؟ احنا قريبين من بعض وانا اول يوم. فرق 10 بس. عايش. يعني انا لو منك اخس على دم يعني. شيم اون يو. شيم اون يو. روح يا حماد. طيب فرق النقط بيني وبين الاخ اللي ورايا دوت دلوقتي ثلاثه. في 2 راوندز يعني. كان الاول 12 نقطه ليه زياده، دلوقتي ثلاثه بس. فانا جاي. تلاش انا جاي. انا مش مصدقك انت كنت بتلعب من زمان وانا عارف. يا عم بلعب من زمان، اول مره امسك الكوره. بقول لك صباعي ورم. عايز اوريكم بس شكل البورد اللي الواحد بيدوس فيها انتر، يبدا هو يشوف السكور مش عارف ايه. دي المفروض بتاعت مهاب ودي البورد بتاعتي. يلا هوب. يلا حبيب. يلا يا بابا. شيت. بره يا عم. انا بقول لكم هيطلعها بره. انا عارف كل ما تشغل الكاميرا والله الكاميرا تطلع الكور بتطلع بره. يا ابن العم. اهو اهو هوريكم. حسست عليها؟ شفت؟ ام الكاميرا دي؟ سببت الكاميرا دي. هاتلي بعد اذنك الكلام ده على الكاميرا، لان السكور دلوقتي 161 162. فاضل لي نقطة واجيبك. جاهز؟ أنا سايبك بمزاجي. بنطلون باجي. مرقة ماجي. أروح واجي. لا 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 انت مش طبيعي، انت مكانك مش هنا. مين اللي كسب؟ 170. هات لي السكور. هات لي السكور. لا يا باشا مفيش سكور. مفيش كاميرات. مفيش كاميرات. انا اللي تحت على فكره. مش انا 170 يا باشا. انا اللي تحت. اعترف. اعترف. ما حصلش. اعترف. ما حصلش. اعترف. ما انا كنت رحت البيت يا جدعان. يا ريتني ما قلت له يجي يلعب معانا. لا 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 دي خطره دي. الحمد لله الحمد لله. كيمو كيمو كيمو. في فيل بيطير. في فيل بيطير شايفه؟
صباعي يا سعادة الباشا والله. فين راح فين يا عم؟ راح فين؟ اصبر بس تعالى هنا تعالى. انا ما بشوفش. بقول لك ايه، هقول لك كلمه ليله الادب. طب مش تقول لي مبروك؟ المهم انا كسبت الراجل ده، حطيت عليه من اول يوم واول مره العب بولينج في حياتي النهارده. انا كنت سايبه مزاجي، بنطلون باجي، مزاجي بنطلون باجي، بس عشان المره الجايه اتدرب احسن. بيقولوا هو ما بيوجع بيبقى حراق. نحب نودع كيمو، نقول له يا كيمو تصبح على خير، كان يوم جميل وانت من اهله يا حبيبي. وايه تاني؟ مهاب ليلتك سعيده يا ريس. اشوفك غدا او بعد غدا ان شاء الله. اراكم روحكم روحكم. الكلام بقى يروح. معلش معلش، فايص هو في اخر اليوم. انت مش جعان؟ انا جعان. انا ميت كده.